دائما كيكونوا معنا سيدات متميزات ومتميزات كذلك بالشهيوات اللي كيقترحوهم علينا. مشكورات دائما، ما كيبخلوش ودائما كيبغيو وكيسرعوا على انهم يشاركوا معنا في هذه الفقره ويفيدوكم بالوصفات اللي هما كيتقنوها. اليوم معنا من مدينه مكناس السيده بشرى اللي هي اصبحت حتى هي من صديقات ديال البرنامج واللي كتشارك معنا سبق وشاركت معنا في الفقره ديال النصائح. اليوم غادي تشارك معنا بشهيوه من شهيوات ديالها. للا بشرى صباح الخير. صباح الخير للا، مرحبا بك معنا. بارك الله فيك على اختك. اخبارك كل شيء مزيان؟ العائله كل شيء لاباس؟ اللهم لك الحمد. تسعد. الله يبارك فيك للا بشرى. فيما كيتعلق بالنصائح فتبارك الله عليك، عطيتينا نصائح كثيره في البرنامج. اليوم غادي تشارك معنا بالفقره بالوصفه، فبغيت نعرف منك للا بشرى واش كتحضر الوصفه تغلي لك ندارك؟ قريتي الطبخ؟ كيعجبك على انك مثلا تحضر شهيوات خاصه بك وتفنن فيها، ولا كيفاش الامر معك؟ لا، انا كندير الطبخ بالنسبه ليا ولا العائله ديالي. الحلويات بالنسبه اللي بغى الناس يشريو ولا شي حاجه كنصايب لهم. تبارك الله. ياه، يعني كان مزيان. اذا الطبخ مهنه ماشي غير هوايه ديالك وصافي، راه كتخدمي بها. تبارك الله. صافي عندي، شنو كتحضري؟ واش الحلويات مملحات؟ شنو كتحضري؟ كل شيء بالنسبه ليا كندير كل شيء، مملحات حلويات. ما شاء الله يعني. تبارك الله. اذا حتى حنا غادي تفيدنا، ما تبخلش علينا من كل الشهيوات اللي كتعرف. مرحبا. الله يسلمك ويطول عمرك. اليوم شنو غادي تقترح علينا لا بشرى؟ بالنسبه لرمضان الناس كيبغيو داك الشيء حلو شويه، غادي نحطو محنشات باللوز. تفضل لالا. انا عندنا ورقه ديال البسطيله. عندنا تقريبا واحد كيلو ديال اللوز. اييه. عندنا واحد نص كيلو ديال السكر. واحد جوج معلقة ديال القرفه. واحد ربعه ديال المعلقات كبار ديال الزبده. اييه. وشويه ديال الزبده باش ندهنوا الورقه. عندنا الزيت القلي. اييه. بيضه مخفوقه باش غادي نلصقوا دوك الورقه مع كنقبطوا داك اللوز ديالنا كنطحنوا. لا، نعاودوا المقادير عفاك، عاد مروا للطريقه. عندنا كيلو ديال اللوز. اها. كيلو ديال اللوز شنو سلقتيه قليتيه شنو؟ لا، اللوز عندنا مقشر مسلوق مقشر ومقلي. مسلوق مقشر ومقلي. اييه. نص كيلو ديال السكر. ها، السكر ثقيلة ولا العادي سنيدة؟ لا، سكر سنيدة عادي. اها. باش نطحنوا ديك اللوز. اييه. عندنا جوج معالق كبار ديال القرفة. اييه، مطحونة طبعا. أربعة د المعلقات ديال الزبدة. واحد شوية ديال الزبدة للدهن. عندنا واحد البيضة مخفوقة باش غادي نلصقوا دوك الورقة مع ندوزوا للطريقة. ندوزوا للطريقة، تفضل بشرى. كنسلقوا اللوز، كنقشروه وكنقليوه في الزيت. اييه. كنطحنوه مع السكر اللي عندنا، ديك الكميات السكر اللي عندنا كنطحنوه. اييه. كنضيفوا له شويه ديال القرفه، شويه ديال الزبده، وكنخلطوه مزيان، كنخلطوا العناصر مزيان. اييه. كنقطعوا الورقه ديال البسطيله، نقطعوها على جوج. كنحاولوا نديروا، يعني تبعي معايا الطريقه، كنديروا وحده كنص وكنحطوا النص الثاني حداه، يعني ورقه كنقطعوها على جوج، بحال كنلصقوا النص غادي مستطيل. اييه. كنقطعوا ديك الخليط اللي خلطنا كنديروا على شكل حربال، يعني قطيب. وكنحطوا فوق ديك الورقه. وكنحاولوا نلفوا نبرموا ديك الورقه على داك. اييه، فهمتك. وكندهنوا بالبيض. وكنلويو على شكل محنشات. بغات السيده ديرهم كبيره، راه ملي كتسلل هذيك الورقه كتعاود دير اخرى وهي غاده. فهمتك. كدير ديك المستطيل طويل وكتبدا كتجي محنشه كبيره. بغات ديرهم فرديين جوج ورقات كافينه. اها. كدهنوا الزبده بالزبده شويه وكتدهن. هي كتدهن، هي كتدهن وهي كتلوي. هي كتحدد الا بغاتها صغيره كدير دوك جوج وريقات وكتبرم وكتلويهم بحال شكل محنشه. وكتالي كتحطها في اللاطه. بغاتها تجيها كبيره ملي كتسلل هذيك كتجي وحده اخرى حداها بحال الطريقه الاولى. بالبيض كتلصقها بالبيض وتزيد وحده اخرى حداها وهي غاده حتى كتجي على حسب اللاطه اللي بغات. فهمتك. اها. كتدهن شويه بالزبده كتدخلوا السيده للفران كيطيبوا. كتحمر غير شويه، انك ديرها غير الفوق كتحس بها طابت تحمرات. كتكون موجده العسل، كتسقيها مزيان بالعسل، يعني خاصها تسقى مزيان حتى كتشرب. وكترشها باللوز ايفيلي ولا اللوز مهرمش ولا الشيدة على حسب الاختيار ديالها. بغات. وكتقطعها على حسب الطول اللي بغات والحجم اللي بغات السيده. والصحه والراحه. تبارك الله. وصل على النبي عليك. انا غادي نستغلك واحد شويه، وبغيت تعاود لي الطريقه اذا كان ممكن. لا، غير بشويه بهذه الطريقه اللي قلتيها في الاول باش الناس يستافدوا معنا. داكوغ. تفضل. كتاخذ السيده الورقه ديالها. كتقطعها على جوج. لا، من الاول فاش خدينا اللوز وسلقناه من التفاصيل الاولانيه. كناخذوا اللوز. اها. كنسلقوه
كنحمروه شويه في الزيت كنقليوه من بعد داكشي كنطحنوه كنطحنوه مع السكر اللي عندنا كنزيد له القرفه كنخلطوا العناصر القرفه والزبده وكنخلصوا العناصر مزيان كنحطوهم في الجنب كناخذوا الورقه ديالنا كنقسموها على جوج كنحطوا وحده حده وحده كنديروا داك الحربال ديال كنديروا شي بالزبده كنحطوا داك الحربال ديال الخليط وكنبرموه السيده بالنسبه للحربال ديروا حسب غليظ ولا رقيق شويه شنو بغات الحجم ديال اللي بغات كتبرمها السيده مزيان وكتلصقها بداك البيض من الفوق وكتبدا كتلوي الا بغات السيده وحده كبيره راه كتزيد الورقه كتزيد وحده حده وحده وحده حده وحده وكدير الكميه اللي بغات حسب اللاطه كاينه كبيره كاينه صغيره بغات السيده ديرهم فرديين كدير غير دوك جوج ورقات كافينها ودينهم الزبده شويه دخلهم الفران ديرهم الفوق الفران باش ما يتحرقوا باش يلاه حدهم كيتحمروا كياخذوا واحد اللون ذهبي ملي كيطيبوا كتخرجهم السيده كتسقيهم مزيان بالعسل لان خصو ما يتسقاش كتسقيها مزيان حتى كتشرب وكدير لهم اللوز ايفيلي ولا اللوز مهرمش ومن الاختيار ديال الزواق اللي بغات هي وديال الاخير كيبقى لكل سيده تبارك الله عليك غير وكان فيما كيتعلق بالحاجات اللي كنحضروهم باللوز مع الوقت في رمضان كيبقاو يبردوا كاين شي طريقه كيفاش انهم يبقاو مزيانين؟ كاين واحد الطريقه بالنسبه هذه كنت غنعطيهم ضمن النصائح شتي الله يكثر خيرك حقتي لنا المفاجاه ماشي بغيتي تخليها تنقترحها في النصائح لا 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 معليش معليش الله يبارك اي حلوه باش تبقى لها السيده مقرمشه تبقى لها مزيان ملي كديرها في البواطات ديال التخزين ضروري كنزيدو معهم واحد الطويبه ديال السكر سبحان الله هادو كيخليو الحلوه يعني ما كتخسر ما والو كتبقى مزيان كتبقى مقرمشه مزيان الطوبه ديال السكر في اي بواطه نورمالمون كنعملهم في بواطات ديال البلاستيك وصافي بواطات البلاستيك مغطيين السيده كدير ديك الا كانت رطبه كتبقى رطبه والا كانت مقرمشه كتبقى يعني كتبقى كيف ما هي كيف ما هي ما خصها تكون ولكن خصها التخزين راه عنده طريقته حنا ماشي نحطوا الحاجه سخونه ونديروها ونسدوا عليها غادي تخسر لينا هذا بالحاجه اللي غنخزنها حتى كتبرد تتبرد عاد نحطوها إيه؟ لان حاجه سخونه وتسدي عليها وديريها في هذا ما كتخسر تبارك الله خلي السيده حتى كتبرد ديرها في بلاستيك غير ما تغطيهاش حتى تبرد في البواطه ديالها ودير واحد الطويبه ديال السكر وتسد عليها وتخليها ما عندي ما يتسال بشرى شكرا جزيلا والهلا حطيت علينا مرحبا عوش مباركه مسعوده والف شكر لك سيده بشرى